المستشفيات العامة تحولت إلى مصائد للموت، فكانت آخر فرائسهم الطفل مصطفى عزت الذي دخل مستشفى القصر العيني يشكو بآلام بسيطة في المعدة. خرج بعد 40 يوما جثة هامدة على أيدي أطباء قليل الخبرة، اتخذوا من الطب طريقا للثراء السريع، فتوقفت ضمائرهم عن العمل. القصة في البداية يعني جبنا المدرسة اتغدى ونام شوية، صحي أنا عندي مغص يا ماما، أنا عندي مغص يا بابا. نزلنا بيه للدكتور، التشخيص المبدئي لا ده برد في المعدة، واداله علاج واداله 3 إبر. جبنا العلاج وجينا مفيش مرتاحش. بالليل نزلنا بيه على استشاري بطنة، برضو نفس الحكاية، إبر ومسكنات وعلاج. تاني يوم رحنا من المصريين الصبح نفس التشخيص، طب عملوا لنا مع تحاليل في البرج، عملنا تحاليل في البرج، طب لما التحاليل تطلع هاتوا تعالوا. فراحوا بيه على الحميات، في الحميات عملوا له تحاليل، عملوا تحاليل قالوا لا ده لازم يغسل كلى فورا حالا. فطلعوا بيه على القصر العيني، دخلنا الطوارئ، الدكتور كتب في التذكرة تركيب قسطرة لمدة 8 ساعات. فالدكتور في القصر العيني فالدكتور ركب القسطرة، مجرد 5 دقايق ما جابتش بول، فراح ساحب القسطرة من الولد خلعها. فأنا دخلت جري على الدكتور، كان اسمه دكتور محمد، قلت له دكتور محمد الدكتور خلع القسطرة لسه مركبها، ما كملش 5 دقايق وخلعها والولد بيتألم. فقام متنرفز وراح جاب الدكتور، انت بتخلع ايه؟ انا كاتب لك القسطره لمده 8 ساعات ما قلتش تتركب وتخلع فورا. فرجع قال له ركب قسطره تاني، اتضح ان في التهاب في البنكرياس، التهاب شديد جدا في البنكرياس وصديد في المعده والبنكرياس. استشاري الجراحه شاف الاشعه، قرر ان هو يخش العمليات فورا. دخل العمليات، خدوا عينه من الدم، الدم او موجب، ما فيش عندنا انهار ازرق هنجيب منين؟ دوروا، روحوا دوروا انتوا. قبل العمليه الدكتور محمد شواتفي نائب الاستشاري ناداه لي، قال لي العمليه خطيره جدا واحنا بصراحه من الاخر خايفين نعملها. قلت له عندك البديل؟ قال لي لا، المفروض يقعد في البطنه بقى في الجراحه، قسم الجراحه. لا رجعونا البطنه تاني، رجعنا البطنه بالولد. الفجر دخل العنايه المركزه، قعد في العنايه المركزه 8 9 ايام. بعد ما طلع من العناية المركزة طالع حالته سائت من أول لحظة طلع فيها. واحد من الدكاترة اللي هم اتسببوا في الموضوع ده، محمد صلاح، قال لي باللفظ كده، إزاي يا أبو مصطفى ده طلع من العناية المركزة؟ ده المفروض ما يطلعش دلوقتي نهائي. 25 و 26 احنا رايحين نغسل بالليل، الدكتورة الفاضلة لو سمحت خده واعمل له تحاليل فيروسات. يا دكتور ما الفايل هو فيه. لا لازم تروح تعمل تحاليل فيروسات، مش هيغسل النهارده وهتجيلي بيه بكره الساعه 12. طب ازاي؟ انت شايفه الولد عامل ازاي؟ لا خدت الريكوست وخدت العينه وطلعت على المانيا للجامعي. مسؤول المعمل بص في الريكوست قال لي هي مش محدده هي عايزه ايه، هي مجرد ان هي ماضيه وخلاص، انا هخترع تحاليل من عندي. الجمعه الصبح الدكتور الفاضل احمد سعودي ساب القسم ومشي من الصبح، من 7 صباحا او 7:30 صباحا، ما جاش الا بعد 4 عصرا. فضل لحد بعد 4 لما جه ماسك التليفون بيلعب فيه وبيمضغ في اللبانه وكانه في النادي. انا انهارت بقى، قعدت ازعق في الطرقه، سمعني بزعق، راح حد راح قال له، راح خارج جايب مخطر في الطرقه، الولد شافه، يا دكتور احمد لو سمحت تعال الحقني انا بموت، انا بموت. مفيش سرير في الرعايه، هو لسه جاي من بره ما شافش حاجه، مفيش سرير في الرعايه. يا ابو مصطفى في ايه؟ احنا بقى لنا 1.5 شهر تعبانين وقرفانين مع ابنك، في ايه مالك؟ قعد يجي ربع ساعة ولا تلت ساعة، جاب جهاز رسم القلب، معرفش يشغله. دي مصيبة، ماسك مبنى ازاي ويعالج مرضى ازاي ويؤتمن عليهم ازاي؟ بعد كده الولد قام وقع، والدته وقعت في الأرض، الولد قام شد الحاجة، يا ماما أنا بقيت كويس، ضربات القلب هديت، لحد ما فوقنا والدته والولد نزل في الارض. سعاده الباشا اصر ان هو ما ينزلش الولد الا لما وقع في الارض وطلع في الروح. يا دكتور احمد الاخبار تمام؟ يا ابو مصطفى ما تقلقش، الولد على الغسيل ومصطفى زي الفل وهزر معانا وضحك معانا، والولد ميت جوه. سهى الدنيا وروح، هرب من المستشفى ما عادش. في واحد مرافق مع اخوه اتصل بيا قال لي مصطفى البقاء لله تعيش انت، تعالى بسرعه. شهاده الوفاه الطبيه
هبوط حاد بالدورة الدموية، تسبب عن ارتشاح مائي على الرئة، تسبب عن فشل كلوي حاد، التهاب بالبنكرياس، ارتفاع بضغط الدم وتسمم الدم. بالله عليك احنا بنعمل كل يوم اكتر من 10 تحاليل في اليوم. تسمم الدم ده جه في منت، جه في لحظة، جه مفاجئ، ولا كانوا معميين مش عارفين حاجة؟ فين الناس المسؤولة؟ فين وزير الصحة؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في مكتبه؟ قاعد بيعمل ايه؟ روح القصر القديم حضرتك هتصور حالات نايمة على الارض، نايمة على البلاط، حالات مش لاقية مكان تنام فيه. واحد منهم كلمني اكتر من ساعتين ونص، ابوس رجلك ابوس ايدك، الحكاية والرواية، وعمال يحكي في افلام وانا قاعد في العزاء. التاني سايق عليا حد اسمه احمد حسين، نفسي ما اكرهش البلد دي، نفسي، انا بحب بلدي، بحب بلدي قوي قوي قوي، بس نفسي اخد حقي فيها ومش عايز اكره البلد. احمد سعودي ومحمد صلاح، ابني مثل، ربنا يخليك تمثل زيه بامر الله. وانت يا احمد سعودي ان شاء الله هتشوفه في اعز مليك او في جسمك ان انت مش هتلاقي اللي يسعفك. نقابه طلبت صوره من التذكره، هتروح اي مكان هيقولك فين التذكره. بالله عليك هتتحرك ازاي في بلد فيها الظلم والفساد؟ بين الظلم والفساد، بين. بتخبي التذكره لصالح مين يا اسامه يا محمدي وجاي النهارده تبعتها البطنه في قسم الاحصاء، مكتب الاحصاء؟ التذكره بتتخبى لصالح مين؟ انا نفسي دلوقتي يعني الكلام ده يوصل للرئيس السيسي، مش لرئيس الوزراء وخلاص، ولا مجلس النواب لا، نفسي يطلع الكلام ده لاعلى مستوى، وحد مسؤول يجيبني ويقعدني قدامه كده ويقول لي 1 2 3 حق ابنك اهو. حسبي الله ونعم الوكيل، في كل مسؤول عرف موضوع مصطفى وما اتحركش. حسبي الله ونعم الوكيل، في كل مسؤول عرف موضوع مصطفى وما اتحركش. حسبي الله ونعم الوكيل، في الإهمال ايه؟ مفيش رحمة ولا رأفة ولا حس بمرض طفل. ان شاء الله ربنا يوريه. كل مسؤول عرف الموضوع وأثر ربنا مش هيسيبه ان شاء الله. اكتر حاجة كان ولادك مصطفى، اكتر حاجة بقاله 3 أسابيع يقول لي اقسم بالله يا بابا انا هموت هنا، انت بكرة تفتكرني وتفتكر الكلام ده. صعب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا عايز حق ابني اشوف كده حقه جه عشان اللي بعده ما يتعملش فيه كده. طفل بالمنظر ده، بالبراءة دي، بالجمال ده، بالحلاوة دي، مش قادر اتكلم، يتعمل فيه اللي اتعمل فيه ده ويتبهدل، ودكتور يسيبه لحد ما يقع في الارض ومش عايز يسعفه.